السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يشهد العالم بشكل عام والعالم العربي تطورا متسارعا في استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في مختلف جوانب الحياة، مما يحدث ثورة في طريقة عيشنا وتفاعلنا مع العالم من حولنا، وهذا سوف يكون له أثر على كل جوانب الحياة. سوف نتوقف اليوم عند أهم تطبيقات الذكاء الاصطناعي ونذكر أسماءها لمن يحتاج أن يعمل عليها، وسوف نتوقف عند جميع مجالات الحياة ونتعرف على أهمها والتي يمكن أن نطبقها في حياتنا اليومية. لقد وزعت هذه الأدوات والتطبيقات إلى 5 جوانب أساسية، ولكننا يجب أن نعلم أولاً أن التوزيع تناسبي، ثانياً أن أغلب الأدوات والتطبيقات والمواقع متداخلة فيما بينها وغالباً لها استخدامات متعددة، ثالثاً وغالباً يحتوي الموقع على عدد من التطبيقات والأدوات، فلهذا قد نجدهم مجتمعين مع بعضهم البعض. فلنبدأ معا ونتعرف على الجوانب 5 التي وزعناها من خلالها في المواقع والتطبيقات والأدوات الذكاء الاصطناعي. معكم الدكتور يوسف منافيخي وقناة بزنس الأعمال، وشكرا لمشاركتكم القناة. فلنبدأ بتوزيع الجوانب 5 بالذكاء الاصطناعي. أولا، التطبيقات الحياتية التي نستعملها لإدارة الوقت وإدارة الحياة اليومية والتزاماتنا، إن كان ما يتعلق بالصحة أو ما يتعلق بالتعليم وممارستها في الحياة اليومية. القسم الثاني، القطاع الاقتصادي، ما يتعلق بالمال والعمل. القسم الثالث هو المشاريع والأعمال من التطوير والتسويق وإدارة الموارد البشرية. القسم الرابع، صناعة الملتيميديا، وهذه أصبحت مشهورات الفيديو والصوت والصور. خامسا، الخدمات والمساعدات. الخدمات قد تكون خدمات صحية، وقد تكون خدمات سياحية، وقد تكون خدمات علمية. نبدأ إذن أولا تطبيقات الذكاء الاصطناعي في الحياة اليومية. 1، إدارة الوقت وتنظيم المهام. يعد تطبيق تودوسيت من أهم التطبيقات الذي يساعدنا على تحسين الإنتاجية وتقليل التوتر، ويساعد على تحقيق التوازن بين العمل والحياة الشخصية التي نتعامل فيها في الحياة الاجتماعية. 2، في مجال التعليم. في مجال التعليم، برنامج سمارت ليرن برنامج جيد ويساهم في تعليم مخصص أو تعليم دقيق، وله تجارب وتفاعلات جيدة. بالنسبة للتطبيق الثالث أو الجانب الثالث من جوانب الحياة، في جانب الصحة والرعاية الصحية الخاصة، لدينا تطبيق بايلون هيلز، تطبيق جيد ومناسب ويساهم في تشخيص دقيق ورعاية صحية من خلال تطبيق صناعي منزلي يسهم في الرعاية الصحية وتحسين الوقاية من الأمراض، ويعطينا التنبؤات المسبقة إن كان هناك علامات مرضية. 2، تطبيقات الذكاء الاصطناعي في القطاع الاقتصادي. يعد أهم تطبيق في هذا الميدان تطبيق أمازون، نستطيع من خلاله الشراء أو الاعتماد على الشراء. حقيقة أقولها، في كل بلد لها تطبيقاتها الخاصة. نحن عندنا تطبيق تراندل بتركيا هو الأكثر شهرة من أمازون. النقطة الثانية، في مجال الصناعة. مجال الصناعة، هناك موقع جدا مهم ومفيد، روبرت. هذا عبارة عن الروبوتات وكيف يتم الصناعة بالتعامل مع الروبوت، وهذا موقع جيد يساعدنا على التحسن في هذا الميدان، وهذه التطبيقات تسهم في تحسين أو زيادة الإنتاجية في الحياة. حقيقة هذا الروبوت أو يعمل على طريقة الثلاثي الأبعاد. النقطة الثالثة، في مجال القطاع الاقتصادي، الخدمات المالية. اليوم أصبحت الخدمات المالية كثيرة جدا جدا ولها تطبيقات كثيرة. ممكن نتوقف عند تطبيق مشرق، تطبيق بسيط وجيد يمكن يساعدك التعرف على الخدمات المالية وما يدور حولك من سوق اقتصادية في العالم. الموضوع الثالث الذي نتوقف عنده، تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مجال المشاريع والأعمال، وهذا موضوع كبير جدا جدا وخاصة للمهتمين بالتطوير بالذكاء الاصطناعي. يمكن أن تعتمد كثيرا من الأحيان على موقع جدا رائع
اي اي اسيسس هاب موقع جدا جيد ويعطيك كثير من التطبيقات والعمليات فيما يتعلق بالذكاء الاصطناعي. ماذا نستفيد في مجال الاعمال وكيف نوظف هذا الامر؟ اولا يمكن ان نستعمل التحليل التنبؤي وتوقعات السوق، وهذا يساعدنا على التسويق. شو ما كانت نوع مؤسستك، ان كنت مدربا او ان كنت صاحب مؤسسه صغيره، عليك ان تعمل على التنبؤ او تحلل السوق حتى تعرف السوق وتدرسه بشكل جيد. يستخدم الذكاء الصناعي عادة لتحليل البيانات ونستخلص الأنماط والاتجاهات التي يحتاجها العميل أو يحتاجها الزبون، مما يساعد الشركات على توقع الاحتياجات السوق واتخاذ قرارات جيدة في استراتيجيات العمل، وهي ما نسميها التنبؤ نحو التسويق. النقطة الثانية المهمة في مجال المشاريع والأعمال والتي فيها تطبيقات كثيرة، من تحليل البيانات والاستخلاص الذكي، وهذا يمكن يساعدنا الشات جي بي تي جدا جيد، وهذا يعمل على هذا الموضوع على تحليل البيانات ويستخلص لك كثير من الأفكار والمهام في هذا الموضوع على أن تضع له السؤال بالشكل الأمثل. تستخدم الشركات عادة البيانات أو تستخلص هذه النتائج لتحليل البيانات الضخمة، لأن البيانات ضخمة بالسوق والمعلومات جدا كثيرة. بالنسبة مثل تطبيق شات جي بي تي بساعدك على استخلاص الأشياء البسيطة وبساعدك على تحليل الأدوار المالية، لهذا هناك أيضا بعض التطبيقات المختصة بالتحليل المالي. خدمة العملاء الذكي، وهذه حقيقة أصبح كثير من التطبيقات التي يمكن تستعملها، كيف التعامل مع العميل أو تتعامل معه بذكاء ولباقة حتى تجذب الزبون، وهذا أيضا ممكن نستخدم جيمين آي ونستخدم شات جي بي تي. هذه مواقع أو تطبيقات تسهم في جمع المعلومات حول العملاء والزبائن وتعطينا كثير من الأمور الجيدة. النقطة الرابعة التحكم الذكي في المخزون والإمدادات. هناك تطبيقات اسمها تطبيقات ضبط المخازن، وهناك دورة في المنظمة الدولية للعمل اللي بحب يدخل على الموقع اللي بياخذ الرابط، دورة إدارة المخزون وكيف تشتري المخزون وكيف تتعامل مع المخزون بشكل عام، وهذه نقطة جدا مهمة ومفيدة لنا في مجال العمل. النقطة الخامسة هي متعلقة في مجال العمل كما ذكرناها، وهي الروبوتات الذكية والأتمتة. اليوم أصبحت كثير من الأعمال والمشاريع وخاصة ما نسميها بالمشاريع المتكررة أصبحت تعتمد على الرجل الآلي أو على الأتمتة، ما نسميها سميها كما شئت، ولكن بالنهاية كله هو تعامل مع الذكاء الاصطناعي يعطيك تطبيق أو التعامل مع الآليات المتكررة ويعطيك نتائج جيدة يتعامل معها من خلال المواقف وخاصة مع العملاء. الموضوع الرابع المهم الذي نريد أن نتحدث عنه هو صناعة الملتا ميديا، الفيديو والمحتوى الصور والمحتوى الصوتيات، هذه أصبحت كثيرة وخاصة ما يتعلق بترجمة الفيديوهات من العربي إلى اللغات الأخرى أو من اللغات الإنجليزية إلى اللغة العربية، هذا أصبح منتشر وكثير. لهذا علينا أن نتوقف عند ثلاثة تطبيقات أو ثلاثة مستويات أساسية. أولا عند كتابة المحتوى المفيد، أنا أنصح في مثل هذه الحالة استعمال تطبيق رايت بسيط ومجاني، وأنا أستعمله تقريبا من سنتين، تطبيق بسيط جيد، سوف أضع لكم الرابط إن شاء الله في الفيديو صندوق الوصف. النقطة الثانية تصميم الصور والرسومات، حقيقة وأنا وضعت من 2023 سويت برنامج أو حلقة ما يتعلق بتصميم الصور المصغرة على كانفا، يساعدك في إنشاء الصور وفيه جزء جميل مجاني. أنا أحاول أن أعطيكم دائما التطبيقات أو الأدوات المجانية أو شبه مجانية. النقطة الثالثة صناعة الفيديو، صناعة الفيديو الحقيقة كثير، في منها تصنع الفيديو للكلام، في منها تنقل الفيديو أو تترجم اللغة المنطوقة للفيديو. إذا أحببت أن تستعمل الترجمة هناك موقع ريسك، موقع جيد ولكن مشكلته يعطيك دقائق قليلة خلال الشهر، لهذا أنت ممكن تستفيد من هذه الدقائق القليلة وتستعمل هذا الموقع. لهذا اليوم لغة العصر لغة الفيديو والرسومات والصور، هذه نحتاجها، والكتابة والبحث العلمي أصبح جدا سهل مع التطبيقات الذكاء الصناعي. الموضوع الخامس والأخير هو تطبيقات الذكاء الاصطناعي في الخدمات والمساعدات من حولك. الحقيقة أهم شيء في الخدمات ما نحتاجه في المواصلات والتنقل، إن كان للطيران أو إن كان للحافلات، أصبح لدينا كثير من البرامج
البرامج أو التطبيقات في هذا الميدان. في عنا تطبيق أوبرا مشهور وكثير من الناس تستعمله، وفي عنا أيضا كريم، هذه تطبيقات تساعدنا على التنقل. نحن الحقيقة في عنا بيليت عم نستعمله هنا، بيليت باص في تركيا، تطبيق أيضا جيد، ولكن هو داخل تركيا يعطيك المواصلات الحافلات ويسمح لك القطع من خلال هذا التطبيق. الموضوع الثاني الأمن والسلامة، الحقيقة هذا الموضوع في غاية الأهمية، لهذا حتى نحمي أنفسنا من المخاطر خدمات الأمن والسلامة في المنازل أو في العمل أو في الشوارع هذه تحتاج كثير من الأحيان تعطينا تنبؤ مسبق عن هذا الأمر. لذلك مثل هذه السيستم الذي نعمل عليه للأمن والسلامة هذا يعطينا آلية الحماية من المحيط اللي حولنا، وتعطينا تنبؤ إن كان في الشارع أو في المكان أو في المنزل إن كان هناك خطر أو إن كان هناك بعض الأمور الغير جيدة أو غير مناسبة يطلعك عليها أو يعطيك تنبيهات لهذا الأمر. النقطة الثالثة وهي في غاية الأهمية السياحة والضيافة، وهذا موضوع منتشر وهناك تطبيقات كثيرة جدا جدا جدا. لهذا أعطيك تطبيق أربيان، تطبيق جيد وبسيط يستعمل فيه حجز الفنادق والشقق. لهذا أنا أنصح عادة إن أردت أن تذهب إلى أي بلد حاول أن تأخذ تطبيق البلد، لأنه تكون أسعاره أقرب إلى البلد وتكون مناسبة بالنسبة لك. في بعض التطبيقات العالمية ممكن تستفيد منها في هذا الميدان. لهذا علينا أن نعمل على هذه الخدمات لأنها تسهل لنا الأمور وتبسطها حتى تعطينا الطرف الأمان وتبعد عنا القلق والاضطراب عندما نسافر إلى بلد آخر أو إلى. أخيرا وليس آخرا الخلاصة، يعد الذكاء الاصطناعي تقنية ثورية حقيقة جدا قوية تحول الاختلافات في المجتمع وتساعدنا في تحسين جوانب الحياة إن كانت في الجانب المهني أو إن كان في الجانب الاجتماعي. لهذا علينا أن نعمل على هذه التطبيقات، علينا أن نسأل أولا أنفسنا ما هي تطبيقات كل موضوع اللي مرت معنا. أنا أعطيتك بعض التطبيقات ولكن كيف نطبقها هذه سوف نضع له فيديو. لهذا أرجو منك أي تطبيق أنت أكثر احتياج له أن تترك لي في تعليقات في أسفل الفيديو، تترك لي أنني أحتاج إلى هذا التطبيق والتعامل معه، إما أن أرسل لك بيانات مكتوبة أو ممكن يكون عنا فيديوهات في هذا الموضوع الأكثر طلبا نشرح هذه التطبيقات مرحلة مرحلة، لأنني غالبا أستعمل هذه التطبيقات وأقوم العمل عليها. النقطة الثانية كيف أتعامل مع هذه التطبيقات. الحقيقة أنا أعطيتكم هذه التطبيقات ركزت بشكل كبير على التطبيقات المجانية، حاولت أن أتجنب التطبيقات المدفوعة، ولكن بيتعلق بالفيديو ويتعلق بالأشياء المهنية أو المشاريع كثير من هذه التطبيقات مدفوعة. بتقول لي طيب دكتور شو العمل؟ أقول لك بعض التطبيقات لما بيعطوك إياها مجاني بتكون ضعيفة هزيلة غالبا، بينما التطبيقات المدفوعة تكون كاملة فيها كل جوانب الأمر. لذلك أنا أقول عادة التطبيقات المجانية غالبا تكون دعائية، ولهذا أنا أنصحك أن تتجنب بعض التطبيقات التي لا تحتاجها واستعمل التطبيقات التي تتماشى مع احتياجك. كيف نستطيع أن نصل إلى النجاح في التعامل مع التطبيقات في الذكاء الاصطناعي؟ حقيقة حتى ننجح في التعامل مع الذكاء الاصطناعي علينا أن ننتبه أولا إلى نقطة في غاية الأهمية، اعرف احتياجك بالضبط، ماذا تحتاج؟ ما هي الفكرة؟ ما هي الهدف من هذا التطبيق؟ ماذا تريد أن تفعل أولا؟ عندما تعرف ماذا تريد يصبح عليك من السهل أن تجد ما يلبي احتياجك، لأن الملتو ميديا اليوم أصبح مملوء والمعلومات أصبحت كثيرة، لهذا قد تضيع إذا ما عرفت ماذا تريد. لهذا عليك أن تكون واضحا مع نفسك أولا عندما تريد أن تتصفح موقع أو تريد أن تدخل إلى تطبيق، اعرف نفسك ماذا تريد من هذا التطبيق، حدد بالضبط. كلما كنت واضحا مع نفسك تستطيع أن تتميز وتصل إلى نتائج جيدة من هذا الفيديو. هذه النقطة رقم واحد. التوضيح الثاني الذي أريدك أن تنتبه إليه إلى البيانات. لاحظ معي كل هذه البرامج الذكاء الاصطناعي أنت تدخل لها معلومات، أول نقطة أريد أن أنبهك إليها انتبه أن هذه المعلومات غالبا ما يحتفظ فيها الذكاء الاصطناعي وقد يستعملها، لذلك لا تحاول أن تضع معلومات سرية أو معلومات مهمة بالنسبة لك. الشيء الآخر حسب طريقة السؤال تلقى الإجابة، تلقى الإجابة وقد لا تكون الإجابة صحيحة 100%. لهذا ارجع إلى التطبيقات دائما يذكرون لك انتبه نحن قد نعطي تطبيقات
غير صحيح، هيدرجع مراجعتها، هذه في اغلب وخاصه اللي تبحث عن المعلومات واللي بتعطيك معلومات جديده، لاني بتقول لك هي عاده لم تعمل لهذا الزمن او عملت الى زمن سابق. النقطه الثالثه، انتبه الى التكنولوجيا، حاول تطور دائما عندك البرامج، لا تقول والله انا عندي برنامج استعملته وخلاص انتهى، لا يا جماعه، نحن في زياده، في تطور. والله اذكر في بدايه العام كنت اعمل قبل 2023، قبل ما نهاية العام 2023 أعمل على جيميناي، كان في 9، كان عندي معلومات أنه مترجم إلى 9 لغات، تفاجأت في 20 تقريبا بأول الشهر الثاني أنه أصبح أكثر من 40 لغة مترجمة، لأن الذكاء الاصطناعي أصبح بتسارع كبير جدا جدا، وهذا الشيء الذي يجب أن ننتبه إليه. لذلك عليك التطوير وتعمل على هذه من خلال التقنيات ومن خلال المعارف، وتبقى تحسن هذا الميدان. النقطة الرابعة والأخيرة، انتبه إلى الأخلاقيات. الجميل أنه كثير من الأحيان هي التطبيقات ذكاء اصطناعي، عليك أن تتعامل مع هذه المواد الأخلاقيات، هكذا يعطونا المعلومات. ونحن عادة في الذكاء الاصطناعي استعمل المعلومات بما يتماشى مع الأخلاق الإسلامية، مع الأخلاق الإنسانية، كن إنسان واضحا مع نفسك ومع الآخرين، ابتعد عن الأشياء المشوشة، لا تتجنب الأشياء. لهذا انتبه إلى هذا الموضوع، واجعل الموضوع خصوصية، حافظ على خصوصيتك وخصوصية الآخرين، لا تنشر صور الآخرين وإن كان على سبيل السخرية أو على سبيل المزح، هذا غير محبب، وخاصة في زمن الذكاء الاصطناعي أصبح كثير من الأمور بدأنا نصدقها وهي غير صحيحة غالبا. أخيرا، يجب علينا جمع كل هذه المعلومات، ويمكن نجاح أي تطبيق صناعي ودمجها مع بعض البعض إذا استطعنا أن نستعمل هذه بكل جوانب حياتنا. إذا ننجح نحن بالذكاء الاصطناعي عندما نطبق كل تطبيق من هذه التطبيقات في جوانب الحياة. لهذا أقول، إذا احتجت أي تطبيق واحتجت شرحه، أرجو أن تضع لي هذا في التعليق، وسوف نتعامل إن شاء الله مع هذه الرسائل بشكل إيجابي. أشكركم، إن كان هناك إضافات أو زيادة على الموضوع أرجو أن تضعوا أسئلة أو استفسارات. إن كان لديك إضافة لموقع أو لأداة جيدة تحدثنا عنها ولم نذكر هذه الأداة، أرجو أن تضعها أيضا في التعليق حتى نتعلم نحن ويتعلم الآخرون. جزاك الله عنا كل خير. معك الدكتور يوسف منافيخي وقناة بيزنس الأعمال، وشكرا لمشاركتكم القناة سلفا، جزاكم الله عنا كل خير.